ازيك عزيزي المشاهد، او خليني اقولك ازيك عزيزي صانع المحتوى. والله انا مش بهزر، انت يا ابني يمكن يكون جواك صانع محتوى بس لسه ما ظهرش. طب انا هقولك على حاجة، قوم هات الموبايل بتاعك كده حطه وصور نفسك فيديو ايا كان بتعمل فيه، ان شاء الله تكون حتى بالفانيلا وبتعمل ريفيو للمعسل عادي مش مهم. خش بس انت المجال بقلب جامد، والله خش بس هتجيبك خش. طب انت عارف ان دلوقتي في دراسة بتقول ان تقريبا الشخص الطبيعي الافريج عنده 7 اكونتس على السوشيال ميديا؟ طبعا الدراسة دي مش داخل فيها امي لان هي عندها تقريبا 2/3 احتياطي العالم من الاكونتس، الباسورد بتاعتها اتنست ومش عارفة تفتحها تاني. ونفس الدراسة دي بتقول ان تقريبا 98% من الناس اللي عايشين على الكوكب عندهم على الاقل اكونت واحد على السوشيال ميديا. انت متخيل الارقام اللي انا بقولها دي عاملة ازاي؟ ده معناه ان الكوكب كله موجود على النت عادي. زمان بقى كان في فرق ما بين صانع المحتوى وما بين مستهلك المحتوى. صانع المحتوى ده هو يا اما مذيع في الراديو، يا اما شخص مذيع برضه على التلفزيون، ممثل، مغني، او ان هو اضعف الايمان هيكون كاتب بيكتب في مجلة او في جريدة كل شهر. وما عدا الناس اللي انا قلتها دي، بقية الناس اللي موجودة كلها مستهلكين للمحتوى اللي هم بيعملوه ده. وطبعا تعدي السنين والدنيا تتطور والتكنولوجيا تخش في المعادلة دي، وتلاقي ان اي حد دلوقتي معاه موبايل يقدر ان هو يصنع محتوى، سواء هينزل فيديو ناس تتفرج عليه، سواء بيكتب مقالات او رأيه الشخصي على الصفحة بتاعته والناس بتعمل له فولو علشان تشوف هو بيكتب ايه، او ان هو يبقى عايز يبقى مذيع في بيته كده ويعمل حاجة اسمها بودكاست ويطلع يتكلم بالساعات والناس تسمع الكلام اللي بيقوله. فمع مرور الزمن الجاب او الفراغ اللي ما بين المستهلكين بتوع المحتوى وما بين صناع المحتوى عمال يقل يقل يقل، لدرجة ان احنا بقينا شايفين معظم الناس اللي حوالينا صانعين محتوى مش مستهلكين محتوى. طب ارجع معايا كده، ارجع كمان شوية كده، ايوة تعالى لي بقى عند سنة 2020. سنة 2020 بتمثل لك ايه؟ الله اكبر عليك، السنة بتاعت الكورونا. انا في رأيي الشخصي السنة دي كانت لحظة انفجار صناعة المحتوى في العالم كله. فجأة الناس كلها لقت ان هم قاعدين في البيت ما بيعملوش اي حاجة، فراغ قاتل، وانت عمال تقلب في التايم لاين، تتفرج على فيديوهات لناس، تتفرج على ناس بتعمل تشالنج او تحديات، بتشوف الكلام ده كله، فبتبتدي تقنع نفسك ان انا ما انا فاضي وما بعملش حاجة ومفيش شغل ومفيش مشاوير ومفيش اي حاجة، طيب اما اقوم انضم للناس اللي بتصنع محتوى. وعلى فكرة انا شايف ان معظم الناس اللي دخلت في الجزء ده من الزمن في الحتة بتاعت صناعة المحتوى دخلوه بالصدفة كده، اللي هو انا قايم اهرج وبعد كده لقى الموضوع بيقلب منه بجد وبقى ده شغله بعد كده. فبتروح قايل لنفسك طب اشمعنى انا لو عندي موهبة حتى لو بسيطة هطلع اوريها للناس. وكلمة اشمعنى انا دي طفحت علينا بمختلف الاشكال والانواع من المحتوى اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش. طيب انت دلوقتي هتقولي طب ما الكورونا خلصت والناس رجعت شغلها والريتم الحياة الطبيعي رجع عادي، ولكن بنشوف ما زلنا في تضخم برضو في الحتة بتاعت صناعة المحتوى، فالكلام ده بيحصل ليه؟ طبعا اللي انا هقوله لك ده رأيي الشخصي، ولكن انا شايف ان مع زيادة المحتوى السريع والتافه ده، واللي بالمناسبة عامل زي الفيروس، ما تقوليش بقى وتزايد عليا وتقولي لا انا ما بنشرش المحتوى التافه والمحتوى التافه ده بيطلع لي ليه. 90% مننا بياخدوا المحتوى التافه ده ويبعتوه لاصحابهم على شكل ان احنا بنتريق. انا شايف حد بيعمل حاجه في منتهى الغباء هاخدها وابعتها لواحد صاحبي ونضحك احنا الاثنين مع بعض واساهم في انتشار الحاجه دي. افتح انت موبايلك دلوقتي وبص فيه كده على الكونفرسيشنز بتاعتك مع صحابك او الجروبس اللي انتوا عاملينها مع بعض، ولا هتلاقي فيديو تعليمي، ولا هتلاقي مقال مهم، ولا هتلاقي معلومه مفيده، هتلاقي ان الكلام كله عباره عن ميمز وعباره عن فيديوهات لناس بتعمل حاجات في منتهى الغباء وناس بتحاول تمسك العجل قبل ما يكسر العربيه او يخبط واحد، كلها من هذه الشكلة. ودي فعلا حاجة أنا نفسي بعملها وإنت بتعملها، وهي دي نقطة القوة بتاعة المحتوى الرخيص أو المحتوى المعدوم المحتوى، أنا بسميه محتوى معدوم محتوى. مين بقى بيصطاد في المية العكرة دلوقتي؟ الشركات اللي عايزة تعمل بومينج كده وتنتشر على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت تعمل بادجت قليلة جدا للكامبين بتاعها. فبيروحوا واخدين واحد من الناس اللي طالعة وليها فيوز كتير وناس بتتابعها حتى لو بيتريقوا عليها، ويروحوا واخدين الناس دي عاملين بيهم اعلانات، منزلينهم في فيديوهات سبونسرد، يطلعوهم في ايفنت، لان هم عارفين ان في ناس كتير هتيجي تسف على الموضوع وتصور الشخص ده ويبقى ده العامل الجذب اللي موجود في الموضوع. وطبعا معظم الناس اللي بتعمل الفيديوهات دي مش مصدقة نفسها ان هي ممكن تحس بقيمتها كده وتطلع في ايفنتس او في اعلانات او في حاجة زي كده، فغالبا يا بيطلعوا ببلاش يا اما الشركه بتفتكرهم ب 2000 3 كده ولا حاجه، وطبعا ده بالنسبه له انجاز نظرا ان هو ما عملش حاجه وخد عليها فلوس. وكمان من الحاجات اللي انا شايف انها بتساعد على انتشار الفيديوهات دي اللي هي عديمه المحتوى، هو ان الفروق ما بين الطبقات ما بتبانش قوي في الفيديوهات اللي موجوده على تيك توك او ريلز او الكلام ده. يعني مثلا الناس اللي على قد حالها ومش لاقيين ياكلوا وبيعملوا فيديوهات شكلها غريب جدا بالنسبه للناس الاغنياء
الأغنية، الفيديوهات اللي الأغنية بيعملوها شكلها غريب جدا برضو للناس اللي على قد حالها، فدول بيشيروا لدول ودول بيشيروا لدول، ودول يقول لك بص دول الناس اللي عايشين في إيجيبت، وبص دول الناس اللي هم بيتكلموا بطريقة فيها فلح. فالكلام ده بالنسبة لبعضهم مختلف جدا. لو أنا متعلم ومعايا فلوس بالنسبة لي دي حاجة مضحكة جدا، ولو أنا مش متعلم ومش معايا فلوس بالنسبة لي للغني ومعاه فلوس ده بيعمل حاجة برضو مضحكة جدا، فأنا بنشرها لأصحابي وبنشرها لأصحابه والسايكل تفضل مكملة. طيب واحد هيجي يقول لي طيب ليه الناس اللي بتصنع محتوى حلو مش باينة في وسط الناس اللي بتعمل محتوى سيء، وإن ده اللي مهيمن على المجال كده أو باين أكتر من أي حاجة؟ هقوله ببساطة لأن الشغل في المحتوى الجيد أو المحتوى اللي متعوب عليه بياخد وقت وبياخد مجهود، ففرصة ان الشخص ده يفضل ينتج باستمرارية فيديوهات قوية كل يوم، يعني انت لو شفت ناس بتعمل الفيديوهات الرخيصة دي تلاقي ان هو بينزل فيديوهين 3 4 5 في اليوم عادي، هو قاعد موبايله بيصور اي حاجة واي حاجة فيهم بتعمل فيوز كتير. لكن انا علشان اجهز فيديو فانا لازم اكتب له سكريبت واعرف الاخراج بتاع الفيديو هيبقى عامل ازاي، وابتدي ان انا احاول بقى اتشيك كذا بوينت كده عند المشاهد ان هو فعلا يبقى مستفيد حاجة من الحاجة اللي هو اتفرج عليها دي. ففكرة ان انت تزاحم بقى المحتوى السيء بمحتوى كويس وانت هتظهر وبطلوا بقى الحاجات دي، انا شايف ان هي فكرة بقت فاشلة دلوقتي، ومتقبل جدا فكرة ان انا لو عملت محتوى كويس مش هلاقي فيوز كتير، ولو عملت محتوى وحش هلاقي ناس كتير هتتفرج عليا، وغالبا ده هو اللي هيستمر في السنين الجايه كمان. هتيجي انت تقول لي طبعا دلوقتي يعني انت مفيش غير انت واصحابك اللي بتعملوا محتوى حلو والناس كلها بتعمل محتوى وحش. انا ما بقولش كده، لا فعلا في محتويات سريعه ومفيده جدا وفتحت المجال قدام ناس ما كانش ليهم مكان في صناع المحتوى ان هم يقدموا المحتوى بتاعه، زي مثلا الحاجات اللي هي فيها تيبس اند تريكس في كل حاجه في العالم موجوده على تيك توك وعلى ريلز، زي ان انت بس تقول لحد تريكايه ازاي يسرح شعره او ازاي يفتح العلبه بتاعه اللبن او ازاي يعمل الاكل او ازاي يظبط حاجه في العربيه، كل التريكات دي ما كنتش بتلاقي لها مكان لان ما فيش حد هيعمل لها فيديو كامل 5 10 دقايق وهو عايز يقول جمله في 10 ثواني او في 15 ثانيه. فبالتالي ده ساعد ناس اكتر على ان هم يبقوا صناع محتوى، لان هم لقوا ان الحاجه اللي هم بيعملوها بتسهل حياتهم ممكن تسهل حياه ناس كتير قوي وبتفرق معاهم ما بيبقوش عندهم المعلومه دي اصلا. فده شجع ناس كتير قوي ان هم يتفرجوا وشجع ناس اكتر ان هم يعملوا الفيديوهات دي. نيجي الجزء انا ما اتكلمتش عنه في الفيديو لحد دلوقتي وهو الجزء بتاع الفلوس. فكره ان انا الاقي نفسي اقدر اقعد قدام كاميرا واقدم محتوى انا تقريبا ما ببذلش فيه ربع المجهود اللي انا ببذله في شغلي العادي، في نفس الوقت اعمل فلوس اكتر من اللي بعملها بره، مين عاقل هيقول على ده لا؟ ده خلق لنا كونتنت كرييترز اكتر. بس في نفس الوقت عايز اقول لك ان شغلانه الكونتنت كرييتر برضو مش سهله، فكره ان انت تقعد قدام الكاميرا مش سهله، فكره ان انت يبقى عندك كاريزما وتقدر تشد المشاهد ده حتى لو بتحط محتوى فقير جدا او محتوى كويس جدا، فكره ان انت عندك كاريزما وفكره ان الناس بتحب تتفرج عليك والناس بتحب تكمل الفيديو دي حاجه صعبه وبتحتاج ان انت تنميها كل شويه. ده غير ان انت لما بتقرر انك تبقى صانع محتوى او شخص مؤثر يعني على السوشيال ميديا انت بتدخل حياتك الشخصيه مع الناس، فهتبتدي تتقبل اهانات من الناس، هتبتدي تسمع كلام ما يعجبكش. فلو انت تعرف اي حد من الناس بتوع صناعه المحتوى دول هتلاقي ان هم في خلال فترات كده بيخشوا في نوبه اكتئاب كده بسبب الكلام اللي هم بيسمعوه من الناس. ممكن انا ككونتنت كريتر احس ان الموضوع مش مؤثر، ان الناس لما بتغلط او انها تكسر في امالي او طموحاتي او انها تقول لي الفيديو بتاعك وحش مستواك نزل مش عارف ايه الكلام ده، بحس ان هو ما بيأثرش، ولكن على اللونج تيرم ان دي حاجه اثرت عليا وما ببقاش قادر ابقى منتج زي الاول لان انا ببساطه ماليش نفس. الناس مش ما بقتش ترتبط او ما بقتش بتتاثر بالبوست العاديه او بالكلام المكتوب. اتفرج كده على اي حد في قاعده مثلا قاعدين على قهوه ولا في كافيه ولا اي حاجه، هتلاقي الناس بتقلب في انستغرام كتير كده تعملش لايك على حاجه، ما بيكتبوش كومنتس، ما بيعملوش اي حاجه، لان هم بقوا بيكونسيوموا بقى المحتوى اللي بيحصل ده بشكل ضخم جدا، مش عايزين يعطلوا نفسهم. انا بقى لو فيديو عجبني قوي 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 هبتدي ارد عليه، لو حاجه شدتني جدا 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 هبقى بعمل عليها لايك. ما بتشوفش حد بيرد بقى ويتفاعل بهذا الشكل كويس يعني الا لو هم ارتبطوا بالشخص نفسه اللي بيقدم المحتوى ده. انت قدرت ان انت تكسب الناس او ان انت تقرب منهم، الناس هترد عليك وهتتكلم معاك وهيبقى في تفاعل. ما قدرتش ان انت تعمل كده وبقيت بتقدم حاجه حتى لو اعظم كونتنت في الدنيا، الناس مش هتهتم لان هو مش مرتبط بيك كشخص، او ان هو نفسه يبقى زيك، او ان هو بيبص لك كمثل اعلى، او حتى بيبص لك كمثل ادنى لو هو بيشوفك علشان يتريق عليك. برضو لو ما ارتبطش بالشخصيه بتاعتك دي مش هيرد ومش هيتفاعل في حاجه. المهم خلاصه الكلام، انا مش بعادي الناس اللي بتصنع محتوى، ولا على فكره متضايق من ان بقى في ناس كتير بتصنع المحتوى ده، بالعكس فكره ان انت يبقى عندك فرصه انك تصنع محتوى وتكسب منه فلوس او حتى تكسب منه شهره وتتعرف مش حاجه وحشه لو انت حابب ان انت تعمل كده. واللي يتريق يتريق واللي يتضايق يتضايق، في الاول وفي الاخر انا ممكن ابقى بشتغل في الشانل دي بشكل ضخم جدا وامشي في الشارع محدش يعرفني ومحدش يقول لي انا اتفرجت لك على فيديو او حاجه،
وواحد تاني لسه عامل اكاونت على تيك توك بيطلع يرقص فيه ولا بيطلع يهرج فيه ولا يعمل مقالب في صاحبه ولا حاجة، وتلاقيه مش عارف يمشي في الشارع من كتر ما الناس ملمومة عليه وعايزين يتصوروا معاه. بصراحة انا لو مكانهم انا هسيب اللي اتضايق يتضايق وهسيب اللي اتريق يتريق وهفضل اكمل في المحتوى اللي انا بعمله ده. فانا مش بهاجم الناس دي، ولكن انا بالنسبة لي الذوق العام هو اللي بيحكم في حاجة زي كده. فكرة الناس اللي بتتفرج على المحتوى هي اللي خلت الناس دي تتشهر، وهي اللي خلت الناس دي توصل، وهي اللي خلت ناس يبقى عندها ثقة في نفسها أكتر وهي ما بتقدمش حاجة خالص إنها تظهر، وعلى العكس الناس اللي عندها حاجة تقدر تقدمها بتنعدم الثقة بتاعتهم خالص في إنهم يعملوا حاجة، لأنهم لما بيخشوا كده الزريبة اللي هينشروا فيها المحتوى بتاعهم ده بيحسوا إنهم هيتعبوا على الفاضي ومش هيعملوا حاجة، والموضوع بينتهي بإنهم بيفشلوا من قبل ما يبدأوا. المهم إن الموضوع ده كان شاغل دماغي بقالي فترة كده، وحابب إن أنا أتكلم معاكم فيه، وحابب إن أنا أعرف رأيكم بقى، هل أنتوا شايفين الصورة اللي أنا شايفها دي بنفس الطريقة؟ ولا انتوا شايفين ان في اسباب تانية لان كل الناس والاطفال والناس الكبيرة والصغيرة ومختلف مجالات الحياة كلهم عايزين يبقوا كونتنت كريترز؟ حابب ان انا اعرف رايكم في الكومنتس. لو بتفرجوا على الفيديو ده على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لو بتفرجوا عليه على فيسبوك يا ريت تعملوا فولو عشان توصلك الفيديوز الجديدة. استنوني فيديوهات تانية.